فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا طبخة وحكاية. اليوم رح نكون معكم بفندق لميرا السياحي لحتى نطبخ مع بعض طبخة جديدة. خلوكم معنا بس بعد الفاصل. معكم مع شيف أسعد زيدان لحتى نقدم لكم اليوم طبق جديد. يسعد أوقاتك شيف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيفك؟ أنا كيف هيك؟ شو أخبارك؟ أهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نقدم لمشاهدينا مشاهدي قناة أوغريت طبق جديد بشهر رمضان الجديد. أهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله بدنا نشتغل على الموضوع الفيليه سمك. بقى فيليه سمك موجود عندنا، هو فيليه كتير ممتاز بالأسواق، نحكي بشكل عام الموجود، بس بده لمسة فنية بالتتبيل تبعه. شو هي مكونات طبق اليوم شيف؟ مكوناتنا اليوم إن شاء الله بسيطة وطيبة كتير، اللي هي طبعا المادة الأساسية فيليه سمك. عنا مواد منكهة، بهار أبيض، كزبرة يابسة، كمون والملح أكيد. الحشوة تبع الفيليه السمك اللي هي الخضار، مثل ما حكينا بنحاول نشتغل بموضوع الخضار كتير على الأفطار، هي فليفله بنوعينها الخضراء والحمراء والفطر، فطر المقطع ناعم طبعا، الزيت للاستواء هلا بنشتغل عليه. شو نوعيه السمك اللي ممكن نحن ناخذها ونعملها فيليه؟ هلا بالنسبه للفيليه في عندنا طبعا الفريش طبعا موجوده بالاسواق، وفي عندنا الفيليه المجمد. الفيليه المجمد اللي عندنا موجود بالاسواق كثير ممتاز، بس بدنا نعرف نتعامل معه شوي بالتتبيله تبعيته، لانه كتير طيب الصراحه، هو كتير ماده يعني شغاله معنا وكتير كويسه. طبعا بنبلش نحن ناخذ حبه الفيليه، طبعا نحن هي حاله رشه ملح. طبعا ننتبه لموضوع البحريات ما نكتر ملح، لانه هو كتير بيمتص ملح يمكن، وهو عايش بالملح يعني اكيد. رشه كزبره، رشه بهار ابيض صغيره، رشه كمون صغيره. هي التتبيله المثاليه جدا لموضوع السمك. طبعا عندنا ماده الخردل هون بهالحدود، بس بساوي لها نوع من المد، اي نوع من المد حتى تاخذ التتبيله كلها على فيليه السمك. بنحاول نمزجها منيح معه. بس بالطبق الواحد يعني ما بنقلبها بس من جوا يمكن؟ ما لا، هلا نحن بنجي على الوجه الثاني كمان نفس الترتيب تماما. برافو عليك انت، ملاحظه قويه يعني اسرائيليه بخطوه دائما. بهار، منعيد، كزبره، كمون، موضوع الخردل كمان. الخردل يعني انه ليش مثلا الخردل ممكن نستخدمه بالاكل؟ الخردل طعمه التيست تبع الخردل كثير بيناسب موضوع الفيليه السمك، كثير بيناسبه وبيعطيه لون برونزاج وطعمه طيب. فنحن بنبلش من جوا النهاية صغيرة للفيليه السمك. بنحط الفليفلة بهالشكل هذا، نحط فليفلة حمراء والفطر. هاي المكونات الداخلية بدنا نلف فيها يمكن الفيليه. هيك بنحطها بهالشكل هذا، بنساوي لها رولو. طبعا نحن مشان تثبت معنا بالاثناء الشوي والطهي بنستخدم هي النكاشه، هي بنخليها ظاهره. ليش؟ عشان لما بعد الطهي بنسحبها نقدر نقيمها. تمام، هي اول طعام. ساي وحده ثانيه كمان. تمام، هي اكله كثير بسيطه ويعني كتير سهله، بسيطه وطيبه، يمكن تاخذ وقت كثير قليل. ايه وطيبه كثير، لانه ما لما بنشويها لهي الاكله بتفعل اللحمه مع الخضره بتطلع كثير طيب. طبعا في انواع ثانيه ممكن تنحشى كمان بحريات، تنحشى مثلا اريديس، بس اليوم نحن اعتمدنا على الخضار. ايه بتنحشى اريديس او كلمار او ثمار البحر بشكل عام. طبعا هي البهارات هي يعني النكهات الاساسيه اللي لازم ايه تنضاف. هي بهارات ممكن نحن مو ممكن انه نحن ايه ننقص شيء بهار او لا لا لا، هي بهارات السمك الاساسيه اللي بصراحه يعني كثير بتناسب موضوع السمك جدا. هالحركه هي هيك، نعيدها نحن مشان المشاهدين، مشان يكون في زاويه نعبي فيها الخضره. هيك الفليفله،
ليك الكرة امشي فيها هيك، طبعا النكاشه عشان التثبيت المبدئي بس. بنجيب سليت الفرن، طبعا الزيت بدنا زيت، نحط الزيت زيت نباتي، زيت نباتي حصنا. ناخذ موضوع الفيليه، طبعا نوزع الزيت بالصينيه منيح. الزيت يعني ليش ممكن نحن نستخدمه؟ ممكن مشان ما تعلق عليها ولا تعطي نكهه ولا لا؟ هو مشان بصراحه مشان ما تعلق اول شيء عليها وتاخذ نكهه الزيت كمان. هلا جاهزين ل طبعا انا حضرت كم وحده هون، نحطهم بالفرن بدهم حوالي بحدود 25 دقيقة. 25 على فرن وسط الحرارة بحدود 180. طبعا هلا هيدا الفرن من فوق ومن تحت بكون شغال ولا افران المطاعم؟ لا غير من فوق ومن تحت. من فوق ومن تحت لانه لازم تاخذ لون هي كمان، تنطهى وتاخذ لون. طيب يعني بنحطها من اول ما حطيناها للصينية بنشغل من فوق ومن تحت؟ طبعا بده يكون الفرن حامي. نحن بكل الشغلات بنشتغل فيها بالفرن بده يكون الفرن حامي اكيد، والحراره تبع فيليه السمك الافضل يكون الفرن حامي لانه لحم السمك بيقبل كثير الحراره، بيتحمل الحراره يعني. هلا بنستنظر بدها تبقى 25 دقيقه. 25 دقيقه تمام. هلا مشاهدينا بعد 25 دقيقه رح نترككم مع الفاصل وبنرجع لكم. اللبن معروف عنه هو من احد اهم مشتقات الحليب حقيقه. فيه ماده حامضيه، فيه ماده دسمه طبعا عندما يكون الحليب غير منزوع القشده، وعندما يكون الحليب بشكله الطبيعي. اما الحليب الموجود باسواقنا حقيقه وللاسف نقول في كثير من الاحيان يكون مغشوش باضافه كثير من المياه له، وبالتالي يكون حليب قليل الدسم، وقد يكون حقيقه هو الاصح في عالمنا المعاصر المعتمد على الوجبات الغذائية، معتمد على برامج غذائية غير متوازنة، المعتمد على كثير من الأمور الخاطئة. فنقول اللبن بهذا الوضع مقبول إلى حد ما على أن يتم تناوله بجانب كثير من الأكلات. وحتى أنا لمن لا يتحسس من السمك جنب اللبن، أنا أولادي من صغرهم طعمين اللبن جانب السمك. في بعض الناس احيانا بتحسسوا من هذه الاكله نفسيا او بجوز بتحسسوا منها صحيا او كذا، فنقول ان اللبن ماده حامضيه تؤكل جنب اللحوم، اللحوم ماده قلويه فتعدل بعضها داخل الجسم، وبالتالي بصير عندنا pH متعادل ولا ضير في ذلك اطلاقا. فقط من لديه مشاكل مرضيه، يعني اي من يعاني من مرض السرطان او لديه ضعف مناعه نقول عنه يجب ان تبتعد عن الحليب ومشتقاته كافه بما فيها اللبن. خاصة لمن يعاني من حالة مرضية سرطانية من متعرضة لجلسات شعاعية وكيماوية وغيره، نقول عليك بلبن فول الصويا وحليب فول الصويا ومشتقاته بالكاملة. هذه مادة تعطيك القيمة الغذائية النافعة للبن، ولكن من مصدر نباتي وليست مصدر حيواني، لأن اللبن ذو مصدر الحيواني يعتبر خير غذاء للخلايا السرطانية في أجسامنا. لمن يعاني من هذا المرض أؤكد مرة ثانية، لمن يعاني من مرض سرطاني عليه الابتعاد عن الحليب ومشتقاته من المصدر الحيواني بشكل تام تماما. بالنسبة لموضوع فوائد حقيقة اللبن كما ذكرنا، خاصة اللبن الرائب، يعني عندما نضيف قليل من الماء إلى كأس من اللبن وليكون من كميات متساوية بين الماء واللبن، نحصل على كأس من اللبن الرائب، نقول له خير مفيد لمن يعاني من مشاكل في الكولون وتشنجات الكولون. اثنين، قد نعمل احيانا على تنظيف اجسامنا بالكامل معتمدين على اللبن الرائب فقط. هذه مساله كثير مهمه لما يحتويه من خمائر مفيده جدا لاجسامنا. اثنين، عندنا اللبن طبعا يحتوي عنصر الكالسيوم، هذا معروف لدى الجميع، عنصر الكالسيوم الهام للصغير والكبير حقيقه.
وخاصة للسيدات البالغات وعندها دخولهن سن اليأس، نقول لهن عليكم بالثقافة الغذائية للوقاية من هشاشة العظام، عليكن بموضوع اللبن، عليكن بفول الصويا بشكل أساسي وهام جدا جدا، عليكن بالابتعاد عن موضوع ما يسمى المياه الغازية بكافة أشكالها وخاصة الكولا ومشتقاتها. طبعا بين قوسين سأذكر ملاحظة هامة عن الكولا. الكولا أصبحت في 2015 تستخدم كمعقم لدورات المياه في أوروبا، وهذا الكلام نشرته أنا منذ أيام على صفحتي على الفيس مستندا إلى أحد المواقع الإلكترونية العالمية التي أكدت بالصورة والحقائق العلمية بأن هذه المادة أصبحت تستخدم كتعقيم لدورات المياه، ونحن نبحث عنها لشرائها وتخزينها في بيوتنا وإلى آخره، فعليكم الابتعاد عنها قدر الإمكان شبابا وفتيانا سيدات وسادة. هذا موضوع كتير في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة عندما نستعمل هذه المادة. إذن موضوع هشاشة عظام عند السيدات، يعني موضوع اللبن مادة كتير أساسي، خاصة حتى السيدات البالغات أو مثلا بعمر الشباب بعمر العشرينات أو الثلاثينات من العمر، للشباب والشابات نقول أنه عنصر الكالسيوم الموجود داخل اللبن عنصر هام جدا يقوي عظامنا، ومشتقات اللبن أيضا بيصنع منها أحيانا ويوضع منها ضمن الطبخ، حيث قد تغلى أحيانا مع بعض الأكلات مع الكوسة مع البتنجان مع الشاكري مع غيرها. هذه المأكولات كلها تشكل حافزا جيدا وداعما لأجسامنا بالخمائر الطبيعية الموجودة في اللبن، هذه الناحية الأهم، بيضاف العنصر الكالسيوم وبيضاف العنصر الفوسفور وبيضاف العنصر البوتاسيوم الموجود داخل اللبن الذي يعمل على حفظ على تنظيم الضغط الدموي في أجسامنا. اللبن حقيقة مريح للأعصاب، مهدئ للتأرق خاصة لمن يعاني من حالات الأرق وغيرها. نقول عليك بشرب كأس من الماء قبل النوم بساعة من الزمن، يهدئ الأعصاب بشكل جيد ويساعد على النوم والراحة الجسدية تماما. يعتبر مغذي بالدرجة الأولى، مغذي للعظام للجهاز العظمي بشكل عام للجهاز الفقري بشكل عام، يعتبر مغذي وهام جدا. أيضا يعتبر كما ذكرنا منذ قليل مهدئ لتشنجات الكولون لمن يعاني من بعض التشنجات، على أن يشرب لبنا رائبا وليس دسما. لبن دسم نقول خاصة لمن يعاني من السمنة، من يعاني من مشاكل بالشرايين زيادة في الشحوم والكوليسترول وغيرها، نقول عليك بالابتعاد عن اللبن الدسم ومشتقاته كافة. حتى الجبن المشتق من الحليب أيضا نفس الفصيلة خلينا نقول، فهو يحتوي أيضا على عنصر الكالسيوم الهام جدا، ولكن من يعاني من مشاكل دموية يعني عنده مشاكل في الشحوم والكوليسترول عليه بالتخفيف قدر الإمكان من اللبن الدسم ومشتقاته كافة. مشاهدينا من بعد الفاصل رح نتابع أكلتنا لليوم وهي فيليه السمك، ورح نحضر أنا والشيف صوص المتعلق بهذا الطبق. شيف هلأ كيف نحضر الصوص؟ هلأ الصوص اللي هو احنا متعرف عليه صوص الليمون أو سمى صوص مونير اللي هو مبدأه بسيط كتير. الزبدة زبدة هي زبدة عم نحط الزبدة طبعاً نستنظر الزبدة لحتى تسيب منيح تدوب على الآخر؟ تدوب على الأخير لأنه الصلصة إذا ما كان دائبة الزبدة على الأخير ما بتعطي التيست اللي بدنا إياه. طبعاً نضيف الليمون هذا. طبعا الليمون احنا الليمون حسب الرغبه، كما بنكثر الليمون بده يكون اكيد السيترون فيه اكثر. في هالطريقه طبعا خليها تغلي الصلصه تقريبا قد ايه؟ بتكون دقيقتين مو اكثر من هيك لحتى تتكاسر. احنا بهالاثناء ممكن احنا نسلق اكلتنا
طبعا هلا يمكن خلصت. ايه خلصت هلا وصارت مستويه. طبعا نحن جات التقديم ناخذ ايه نحن طبعا بنذكر انه نقيم العيدان اللي كثير ضروري طبعا شيليها يا ريت والله يعني بيبقى منظرها اجمل بكثير من انه محطوط لها شيء عيدان او شيء. نحن بنشتغل على طريقه التقديم بتكون الاكله بتصير اطيب احيانا لما نشتغل على طريقه التقديم. خلي مشي لعنك لانه يلا تفضل صعب من بينه صعب. طبعا الصوص هون تقريبا بلاش شيء هذا يعني نتركه تقريبا دقيقتين ثلاثه يتجانس مع بعضه. هلا جانا الصوص تكسر صار منظره كثير جيد ونحطه فوق الفيليه. نحطه فوق الفيليه طبعا يفضل الفيليه تكون ساخنه والصلصه ساخنه اكيد. طب اذا انحطت على البارد شو بصير؟ ما بتاخذ التيست القوي تبعها. طبعا بنشتغل على موضوع الديكور، انا مجهز هون شوية ديكورات اللي هو طبعا المرافق الاساسي لاي فيلي سمك اللي هو الليمون. بهالطريقة هاي بيذكرنا موضوع البحر. وهيك بتكون الأكلة خالصة، أهلا وسهلا فيكم وشرفتوا وأهلا وسهلا. شكرا كثير لك وان شاء الله رمضان كريم عليك. ينعاد علينا وعليكم خير وسلام ان شاء الله. شكرا لك. بهذا الطبق مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم بطبخه جديده وحكايه جديده. الى اللقاء.